تحت شعار دورة محمد بسطاوي افتتحت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية، وذلك بمركب مولاي رشيد بالدار البيضاء، وهي الدورة التي تشهد إحداث مسابقة للأفلام الروائية القصيرة لأول مرة في تاريخ المهرجان، وذلك لفسح مجال التباري أمام السينمائيين الشباب والاحتفاء بمختلف كفاءاتهم السينمائية المغربية اعترافا وتتويجا لجهودهم وعطاءاتهم. الفكرة ديال هذا المهرجان جات علاش؟ لأنه الرهان ديال النادي السينمائي كله مبني على الشباب ودعم الشباب، بحكم أن الشباب هو العمود الفقري ديال البلاد ديالنا. عندنا عدد كبير ديال المخرجين الشباب اللي كان عندهم أعمال ديالهم كثيرة، ما كيلقاوش الإمكانيات باش يمكن لهم يعرضوهم بعض الأندية أو مثلا بعض المهرجانات ولا الملتقيات. ارتئينا أن هاد المناسبة هذه أننا نعملوا هاد المهرجان، وعطينا السمية ديال واحد الراجل اللي عطى للمسرح والسينما والتلفزيون، ألا وهو الفنان المتألق السي محمد البسطاوي. كذلك هذه الجائزة الأولى غتحمل الاسم ديال السي محمد البسطاوي، الجائزة الثانية غتحمل كذلك الاسم ديال السي مصطفى المسناوي، بحكم أنه راجل تبارك الله كاتب سيناريو وناقد تلفزيوني وسينمائي وعطى شيء كثير للإبداع المغربي. والجائزة الثالثة غتكون ديال الجمهور، حتى الجمهور الحاضر اللي غادي يكون معنا حتى هو غادي يصوت على بعض على عمل اللي غادي يمكن له ينال كذلك الجائزة ديال 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 الجمهور. هي مناسبة باش نوقفوا بعد أولا وقفة احترام وتقدير للروح الطاهرة ديال السي محمد البسطاوي، ثانيا نأكدوا على أساس أن الرهان ديالنا الكبير ألا وهو دعم الشباب ديالنا المبديع. هاد الوليدات ديالنا الآن اللي كيعملوا الأفلام القصيرة هما اللي إن شاء الله من المنتظر أنهم غدا هما اللي غادي يكونوا مخرجين، إذا كيخصنا ندعموهم وكيخصنا نكونوا في جنبهم من أجل أننا نرقاو بالعمل الإبداعي المغربي لواحد الدرجة اللي إن شاء الله تنال الرضا ديال جميع المتلقين المغاربة من سينيفيليين وكذلك من عموم المشاهدين. ما يخفاش عليكم اننا عندنا الان دابا المشهد السمعي البصري على المستوى الدولي كان عدد كبير ديال الثقافات كتنزل اللي هي في الحقيقه داخله على المجتمع المغربي. حنا الان خصنا كلنا نكافحوا ونجاهدوا باش يمكن لنا نعملوا واحد السينما اللي تناسب الذوق ديال المغاربه واللي تكون هي زوج ثلاثه الزاء من المجتمع المغربي. هذا هو الاساسي عندنا في هذا الشيء كله. تتميز الدورة الرابعة لمهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية دورة المرحوم محمد البسطاوي بإحداث مسابقة للأفلام المغربية الروائية القصيرة التي تشارك فيها 10 أفلام، وهي دوار سليمة لأسماء المدير ونداء تارنقا لهشام رقراقي والانتظار في 3 مشاهد لعبد الإله زيرات والأثر لإسماعيل العوج وجزيرة ليلى لمصطفى الشابي ونكهة التفاح لإدريس الباين ورقصة الموت لعتيق العاقل ومناديل بيضاء لفريد الرقراقي وموت الحياة لمدان الغزواني وصوت الممتلئ لنبيل الهوير. كما تتبارى هذه الأفلام القصيرة أمام لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء يترأسها المخرج التلفزيوني والسينمائي حسن غنجة، وتضم إلى جانبه كلا من الممثل والسينفيل الجلالي بوجو من أطر الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب والصحفي الفني جمال ملحاني على جوائز الثلاث، الجائزة الكبرى وهي جائزة محمد البسطاوي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة وهي جائزة مصطفى المسناوي وجائزة الجمهور. والمهرجان هي بادرة حسنة من طرف الإخوان اللي كيشرفوا على المركز الثقافي هنا في سيدي عثمان، وبالأخص الأخ الصديق العزيز سي عبد الحق مبشور اللي هو رئيس النادي السينمائي ديال سيدي عثمان. كانت البادرة أولا هو الفكرة اللي علاش خدنا ليكور ميتراج، لان بصراحه خصنا نعطيو واحد النفس جديد للسينما المغربيه. باش نعطيوها نفس جديد خاصها هاد الشباب، من خلال هاد الشباب هادو اختار السي عبد الحق المشور والمجموعه اللي معاه باش يكون واحد المهرجان اللي كيدار هنا في هاد الحي اللي هو معروف. اولا كتكون واحد النسبه كبيره ديال المشاهده الناس اللي كيجيو، ثانيا كاين شباب اللي هما ما معروفينش ولكن ربما يكون فيهم خير في المستقبل باش يعطيونا سينما جديده ولا دم جديد للسينما المغربيه ان شاء الله في المستقبل. اللي كيهمني انا هو هاد الشباب وملبيت الطلب ديال السي عبد الحق المشهور، لان بغينا نساهموا ولو بقسط وجيز وقليل جدا باش نبنيو ان شاء الله سينما تكون في المستوى العالمي في المستقبل. فوالا هادشي علاش
هذا المهرجان بالضبط وعلاش الوجود ديالي وعلاش ترأست هذه اللجنة. وقد اختارت إدارة المهرجان في افتتاح هذه الدورة عرض فيلم جوق الأمين للمبدع محمد مفتكر، وهو فيلم يروي قصة جوق موسيقي شعبي يضطر أعضاؤه للتظاهر أحيانا بالعمى لتنشيط حفلات مخصصة للنساء في مشاهد تعود إلى قلب البيئة المغربية في سبعينيات القرن الماضي. أولا كنهني نادي السينما ديال سيدي عثمان اللي تحول من ملتقى اللي حول هاد اللقاءات هذه اللي كانت ملتقيات إلى مهرجان سيدي عثمان في الدورة. هذا ما جاش غير هكذاك بفضل المجهودات اللي كيعملوها لاستقطاب افلام مغربيه تقريبا كل شهر كيعملوا عرض بحضور مخرج بحضور جمهور غفير من سكان هذه المنطقه. لهذا كنهنيهم على هذه المبادرة. اللقاء مش اللقاء يعني المهرجان عنده طعم خاص يعني كان ارتقاء للمهرجان، ولكن كيف قلت لك عنده طعم خاص يعني بحكم المحتفى به. سي محمد البسطاوي الله يرحمه خلى واحد البصمه اللي لا تعوض في السينما المغربيه. انا حصل لي الشرف انه اشتغلت معه في عده اعمال، وبصراحه ما كنشوفش اي واحد من الممثلين الحاليين انه يمكن يعوضوا سي محمد البسطاوي فهاد الليلة اللي كنكرموه يعني هو الحاضر الغائب في هاد الملتقى. يعني كنهني المنظمين ب ب ب يعني بهاد المناسبة، وكنستحضر روحه وروح كذلك ناقد سينمائي مصطفى المسناوي اللي حتى هو حاضر معنا في هذا اللقاء. وكنتمنى انه المزيد من التألق والتشجيع، لانه هذا أمنا الوحيد هو انه نرجع الجمهور للقاعات السينمائيه، وهذا ما غادي يمكنش يتيسر الا يعني بحث هذا الجمهور الشاب اللي داخل القاعة باش يرجع للقاعة السينمائية.